تحت السيسي عن الدولة اللي بتحترم حقوق الإنسان واللي بتحترم شعبها وبتحترم المواطن والفرد. مش هكلمك بقى عن الولايات المتحدة الأمريكية واللي حجزت جزء من المعونة العسكرية لمصر بسبب انتهاكات فجة في حقوق الإنسان، ولا هكلمك عن بيانات خرجت من الكونجرس ومجلس النواب والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وبعض الدول الأوروبية عن انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، لكن هكلمك آسف عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي شبكة مصرية مستقلة، واللي خرج في تقرير قبل كام شهر تحديدا يوم 11 أبريل 2021 وقالوا إن بلدنا أو مصر فيها قرابة 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي، 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي، تقرير حقوقي خرج عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان. منهم من لو هن يعني هنوزع كده الناس ال 120 ألف معتقل دولت أو المحبوس احتياطي، هتلاقي إن فيهم مثلا قرابة 82 ألف تقريبا إجمالي عدد السجون المسجونين المحكوم عليهم، بالإضافة إلى 37 ألف محبوسين احتياطيا. عدد المحتجزين غير المعروف أسبابهم وصل إلى 1000 محتجز. عدد السجناء والمحتجزين السياسيين في مصر نحو 10,000 سجين ومحبوس احتياطي، منهم 26 ألف محبوس احتياطي و 39 ألف سجين محكوم عليهم. أعتقد الأرقام باينة واضحة، مش محتاجة إعادة يعني قراءة، لكن بالنهاية التقرير بتاع الشبكة العربية لحقوق الإنسان بيرد على كلام عبد الفتاح السيسي النهاردة. تقريبا كل الكلام اللي قاله السيسي مردود عليه، بداية من عدد اللاجئين اللي قال 6 مليون وفي الواقع هم فقط ربع مليون، قال ما عندناش هجرة شرعية وفي الواقع عندنا كل 3-4 شهور شباب زي الورد بيموتوا في مراكب الموت، قال كمان ان ما عندناش انتهاك لحقوق الانسان وما ينفعش نتكلم عن حقوق الانسان واحنا عندنا مصيبة سودة ممثلة في حقوق الانسان، بل ان كمان بعض الصحفيين المصريين خرجوا قبل ايام بعد اطلاق الاستراتيجية القومية لحقوق الانسان ويتكلموا عن الحبس الاحتياطي، يتكلموا عن انتهاك السجون، يتكلموا عن التعذيب، يتكلموا حتى عن عدد السجون. ازاي ما عندكش انتهاك لحقوق الانسان وانت لسه قبل اسبوع بتعلن عن اكبر سجن في تاريخ البلاد واللي بتبلغ مساحته اكتر من 1,700,000 متر مربع، 1,700,000 متر مربع، لا عملتهم في جامعه ولا عملتهم في مدرسه ولا مستشفى ولا مركز بحثي ولا عملتهم في مصنع، عملتهم انت في سجن. واحنا بقى